سلامة حبيباتي، مرحبا بكم مرة أخرى في كوجينتي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كيكة. أنا كنت عملت كيكة قلب، أما هذه باش نعمل تورتة. بالنسبة للتورتة نتاعنا باش نستحقوا كعبتين بيض، 300 غرام فارينة أو دقيق، 15 غرام كاكاو خام، رشة ملح ملون غذائي، 200 غرام سكر ما بين 200 و150 انتم الذواقة، واحدة سكر فاني، واحدة خميرة أو ملعقة كبيرة خميرة حلويات. وباش ناخو اللي ما عندوش ياخد 240 ملي حليب ويزيدها مغرفة خل، وإلا ياخذ البن. أنا باش ناخو البن، ما عنديش الخل الأبيض. والزيت باش ناخذو 120 ملي زيت. اول حاجه باش نعملوها هي سهله، باش نفقصوا البيض نتاعنا. كان عندكم ام تاخذوا 3 كعبات. حطينا البيض نتاعنا، باش نحطوا رشه الملح، وباش نحطوا السكر. انا باش نحط تدريجيا ونخلط، والسكر فانيلي كيما قلت لكم، الحليب ومغرفه خل، والا كان عندكم اللبن نعرفش يقولوا له خواتنا المصارى. يبدا قارص شويه على الحليب. باش نركب المكونات نتاعنا هذا، وباش نزيد السكر. انا مش باش نزيدهم السكر، نحب 150. انا نكتب لكم مقادير في صندوق الوصف. مانيش باش نحط 200 غرام. وباش نجو نحط الزيت، الزيت انا ونركضوا. وفي الاثناء تو باش نحطوا الفرينه نتاعنا، لازمها تبدا مغربله البنات. و 15 غرام كاكاو خام مر، في الاثناء تو باش نحل الباكو نتاع الخميره نتاعها توا، وباش نركضو مره اخرى بشوي بشوي. وكملت بقيه الفرينه المتبقي، وباش نخلط بشوي بشوي بالميكسر درجة متوسطة. بسم الله. ومن بعد ما ركضتها حبيباتي للي تحصلت على القوام هذا كما تشوفوا، باش نحطوا الملون الغذائي. انا اخترت اللون الاحمر. بعد ما ركضتها حبيباتي بالقدا كما تشوفوا، هذا هو اللون اللي تحصلت عليه والقوام. باش نفرخها في الطبيق نتاعي، انا خديت طبيق صغير كالعاده، دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه، نحيت الفرينه المتبقيه. وباش نحطوها توا في الطبيق نتاعنا. انتم تنجموا كان عندكم كيما هيك طبايق كيما نتاعي تنجموا تحطوهم على مرتين، اما انا حطيتهم الكل مع بعضهم. نجموا تعملوا زوز كيكات، ما تستحقوش من بعد باش تقصوا. وشعلت الفرن نتاعي على 180 درجه، تبقى مده نص ساعه 180 درجه. ومن بعد باش نشوفوا الكريمه مع بعضنا حبيبي، بعد نشوفوا الكريمه مع بعضنا. وحطيت الفرن الخبزه نتاعنا، حطيتها في الفور ورجعت لكم باش نعملوا الكريمه. نظفت سطح العمل باش نعملوا الكريمه نتاعنا. الكريمه نتاعنا انا عندي هنا كريمه الخفق 50 وسكر محور، وهذه اللي تخليها تشد روحها وتبدا خثره.
وعندي جبن بنكهة توت الغابة. وانتم تاخذوا لي ساعاتكم، تاخذوا تنجموا تاخذوا جبن عادي، انا عندي جبن العادي وعندي هذية اللي فيها التوت، حبيت على خاطر هي بما انها هي حمراء والخبز انتي انا حبيتها بنكهة التوت. نركضوها ونخلوها تبرد وبش تشد روحها تبرد لينا ما بين حضرت لينا الخبز انتي انا. بعد ما ركبتها حبيباتي كما تشوفوا ما كثرتش لها برشا خاطر باش نحط لها الجبن، والا كان تحبوا مارسكابون كما تحبوا. راوينو لونو شويه روزي، حطوها كلها والخبزة كما تسمعوا سيي كملت نص ساعة وفت، قصوا وخرجوها. وكما تشوفوا حبيباتي بسم الله ما شاء الله خرجتها هاي قدامكم. أول حاجة باش نخليها تبرد باش نشوفها بالكوردون شايح ما فيهوش حتى شي شايح، باش نخليها تبرد وباش من بعد نقص لها الفوقاني هذاك تشوفوا باش نعمل بيه، ونخليها اول حاجه صحة تبرد من بعد نشوفوا حبيباتي مع بعضنا شو باش نعملوا. ومن بعد ما بردت كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش جات عاليه وهشه، باش نجي نحيلها الفوقاني هذا الكل. خذيت الطرف الاول وباش نعمل بيه اقلو، هي ما جاتنيش حمراء برشا يكون كثرت لها الكاكاو اما مش مشكله. ما بردت حبيباتي باش نحطها على جنب، جات هشه ما شاء الله، والقلوب هذوما زاد نحطهم على جنب هكا نعملتهم. وباش نجو للجزء هذا اللي ظل لينا وباش نبرشوه كيما تشوفوا، ومن بعد ما بشرتهم كيما تشوفوا هكا والله من البنة تتكل وحدها ما شاء الله جت بنينة. انا لهنا طيبت لها شوية شهور وحطيت له قطر وحطيت له مغرفه من عصير غلال الغابه باش نشوف انا هي اللي باش نحطها. وجبت الكريمه نتاعنا ثلجت البرة حطيتها البرة في البلكون. هذه قلنا باش نحوها باش نحطوها في الصحين باش نقدموه فيها ها.
الكريمة بتاعنا. ونحطو الكريمة. نجي ونحطو الطبقة هذه وبالطبيعة نسقوها بالقطر اللي بقالي. ونجو نكملو الكريمة تاعنا. ومن بعد ما هزيتها حطيتها هكا زينتها باش نجي نخلي الصحن تاعي جنب ونجو هذايا نعملو له هكا. وها هيك كما شفتوا كيفاه وعالية بسم الله. هذا باش نعملو تيراميسو في كيسين يجي بنين مانيش باش نلوحو. باش نكمل نزين الخبزة نتاعي حبيباتي ونحطها في طبق التقديم ونشوفوها مع بعض. ولهنا كيما تشوفوا حبيباتي ها هيك الخبزة نتاعنا التورتة زينتها والبقية عملتهم في كيسين قلت لكم تيراميسو. هذا هو الديكور اللي اخترتهولها وباتت بالطبيعة البارح بيتناها كما تشوفوا. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة والطريقة. بالطبيعة باش نقصوا باش نشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بينا نمسحو السكينة نتاعنا كيما تشوفوا. بسم الله ما شاء الله جت عالية وهشة وبنينة. انا مانيش باش ناكل توا خاطر من بعد نعمل لها قهوة كيما تشوفوا. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي تكون الوصفة عجبتكم والطريقة تكون عجبتكم. الى وصفة قادمة حبيباتي ما تنسونيش باللايك والكومنتات الحلوة باش كل مرة يوصلكم جديدي. بيزو باي باي.